السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين 22 صفحة 79. عندنا مجموعة من النقاط في معلم أو في مستوى منسوب إلى معلم متعامد. عندنا A و B و C. هل O و A و B نقاط مستقيمية؟ أولا نأخذ نقطة باش نشكل المستقيم، ثم نحد هذه الدالة. إذا كتلاحظوا باللي أن O A هو عبارة عن مستقيم، مي كيمر كيمر من O وهو أصل المعلم، وبالتالي O A غيكون التمثيل المبياني ديال دالة خطية. هاد الدالة الخطية خصنا نعرفو الكتابة ديالها. من نعرف الكتابة ديالي مثلا اف دو اكس كم تساوي، غادي نمشي نشوف هاد النقطة بي هادي، نعوض نحسب الصورة ديال اف دو 3.4، إلا لقيتها كتساوي 20.4 فهما نقاط مستقيمية. إذا هاد العملية غادي نحاولو نديروها. لدينا او مستقيم يمر من أصل المال. إذن لتكن F دالة خطية تمثيلها المبياني هو المستقيم OA. لنحدد الآن معامل F، نحدد معامل F. لدينا A كتنتمي للتمثيل المبياني ديال الدالة F اللي هو AO. لدينا A تنتمي إلى AO، و A ذات إحداثيات 0.5 عفوا 3. إذن شنو كنعنيو من هذه الكتابة هذه؟ كتعني بلي أن الصورة بالدالة إف ديال 0.5 كتساوي 3. إذن ومنه هذا المعامل الموجه أ يساوي إف دو 0.5 على 0.5 تساوي 3 على 0.5 تساوي 6، وبالتالي إف دو إكس تساوي 6x. دابا غنشوفو هذيك النقطة بي واش كتنتمي للتمثيل المبياني. لدينا بي ذات إحداثيات 3.4 20.4 فاصلة، لنحسب الصورة ديال 3.4 اف دو 3.4. إذن اف دو 3.4 تساوي 6 في 3.4 تساوي وتعطينا 20.4. اذا كما كتلاحظوا هنا الصوره ديال 3.4 تساوي 20.4، يعني صوره الاوفصول ديال النقطه بي بالداله اف كيعطينا الارتوب ديالها، وهذا يعني ان بي كتنتمي للتمثيل المبياني للداله اف، بما أن اف ديال مثلا هنا غادي غنسميو، بما أن اف دو اكس ا كتساوي اف مثلا كتساوي ايكغيك ا، اف دو اكس ا تساوي ايكغيك ا، عفوا بي ماشي النقطة ا بي، فإن النقطة بي كتنتمي إلى المستقيم أو، ومنه A و B و O نقط مستقيمية. بنفس الطريقة السؤال الموالي، هل A و C و O نقط مستقيمية؟ لدينا F دو X أو لدينا F دو X تساوي 6X، دالة خطية تمثيلها المبياني هو مستقيم أو. ولدينا سي ذات إحداثيات ديال سي هما ناقص 7.9
وناقص 39.5 لنحسب اف ديال ناقص 7.9. إذن هنا اف ديال ناقص 7.9 تساوي 6 في 7 في ناقص 7.9 تساوي ناقص 47.4. إذن هنا وبما أن إذن بما أننا يا إف ديال إكس سي يخالف هنا ما كيساويش إيكغيك سي، إذن النقطة كاين إكس وكاين إيكغيك، بما أن إف دو إكس سي تخالف إيكغيك سي فإن سي لا تنتمي إلى التمثيل المبني للدالة إف اللي هو المستقيم أو أ، ومنه أ و أو و سي نقط غير مستقيمة. شكرا على المتابعة.